إسرائيل تجدد التأكيد على دعمها لموقف المغرب بشأن الصحراء المغربية. تركيا تفتتح مركز التنسيق المشترك لشحن الحبوب من أوكرانيا بسبب إخلاله ببعض البنود. فريق حسنية أكادير يفسخ عقد سكيتيوي من طرف واحد. مشاهدي كافان 4 تي في بطنجة، أهلا بكم. أفادت مصادر محلية بإقليم الفحص أنجرة بأن فرق مكافحة النيران تمكنت مساء أمس الأربعاء من السيطرة على الحريق الغابوي المسجل على مستوى دوار وادرمل جماعة القصار المجاز دائرة أنجرة. وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم الشروع حاليا في عملية تطهير المساحات الغابوية التي لحقتها النيران، وأشارت إلى أن التعبئة الميدانية ستتواصل مع الحرص على مراقبة وتتبع تطورات الوضع إلى غاية إخماد الحريق بشكل تام ونهائي. ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن جنديا ثانيا تابعا لتجريدة القوات المسلحة الملكية المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو توفي أمس الأربعاء في بوتيمبو شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية متأثرا بجراحه الناجمة عن إطلاق نار. وأوضح البلاغ أن الجندي توفي متأثرا بالجراح الناجمة عن إطلاق نار عرضي من قبل أحد عناصر الشرطة الأممية التابعة للفرق التي تم إرسالها لدعم الجنود المغاربة عقب المظاهرات العنيفة للساكنة المحلية ضد تواجد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو، وذلك يومي 25 و 26 يوليوز الجاري. في خبر وطني آخر، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي جدعون سعير أمس الأربعاء دعم بلاده لموقف المغرب بشأن قضية الصحراء، حيث أكد في تصريح لصحافة أدلى به عقب مباحثات أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أكد أن المباحثات شكلت فرصة للتأكيد على دعم موقف المغرب بشأن قضية الصحراء، مشيرا إلى أنه عبر عن هذا الموقف خلال لقائه مع وزير الشؤون الخارجية، وكذا في اللقاءات الأخرى التي جمعته بمسؤولين حكوميين مغاربة. إلى الأخبار الدولية، حيث افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الأربعاء مركزا في إسطنبول سيشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية بعد اتفاق مهم برعاية الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من الموعد المتوقع لمغادرة الشحنة الأولى من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود. ووقعت روسيا وأوكرانيا الاتفاق بوساطة من أنقرة والأمم المتحدة يوم الجمعة لاستئناف صادرات الحبوب والأسمدة التي عطلتها الحرب بغرض تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية. وسيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على الشحنات المغادرة من 3 موانئ أوكرانية، حيث سيتعين على السفن الالتفاف على الألغام، كما ستكون من مسؤولياته إجراء عمليات تفتيش للسفن القادمة لمنع تهريب الأسلحة. إلى الشأن الرياضي، حيث أعلن نادي حسنية أكادير يومه الخميس انفصاله عن المدرب عبد الهادي السكيتيوي، حيث نشر الفريق بلاغا عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه انفصاله عن السكيتيوي وموجها له الشكر عن كل ما قدمه للنادي. وأكد النادي مراسلته المدرب لإخباره بفسخ عقده من طرف واحد بسبب إخلاله ببعض البنود. في الأخبار الرياضية مشاهدين، نكون قد وصلنا لختام نشراتنا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كاب بانكات.ما. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.